نرجس الهلالي طالبة السنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء شعبة الطب، وعضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة. احنا كطلبة اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية كنحاولوا أننا نوصلوا الصوت ديالنا، وخا عبرنا مرارا وتكرارا عبر مجموعة من الخطوات النضالية، وقفات محلية، وقفات وطنية، إنزالات وطنية، وأيضا دخلنا في إضراب شامل عن دروس النظرية والتدريب استشفائية، وأيضا مقاطعة ديال الامتحانات بالنسبة ديال 100%. فاحنا اليوم كنتمنوا ان الصوت ديالنا يوصل للجهات المسؤوله وانهم يتعاطوا مع الملف ديالنا بكل جديه. فاحنا محتاجين انه نجلسوا معهم على طاوله الحوار ماشي في مجالس صوريه، ويتم العمل معنا على ايجاد الحلول الواقعيه للنقاط المحوريه العالقه بالملف المطلبي ديالنا، اللي كيتجسدوا اساسا في النقطه الاولى قرار تخفيض سنوات الدراسه من 7 إلى 6 سنوات، القرار اللي واجهه الطلبه بالرفض عبر الجموع العامه ديالهم، والامر اللي خلاهم انهم يدخلوا مباشره في اضراب مفتوح لانها كانت القطره التي افاضت الكاس. هذا من جهه، من جهه اخرى كاين النقطه ديال الزياده في عدد الوافدين الجدد. هذه الزيادات المهوله اللي ولينا كنعرفوها في الكليات ديالنا ما يمكنش انها تستمر بهذه الطريقه اللي كاينه بها دابا. فالبنى التحتيه ما كتسمحش اننا نزيدوا مازال طلبه اكثر، فالناس اللي كيقراو في السنه الاولى والسنه الثانيه غيطلعوا للسنه الثالثه للسنه المقبله، وهذه المشاكل غتزاد الحده ديالها وغتفاقم الا ما لقاوش حلول واقعيه. واكيد من بين الحلول الواقعيه انه يتم العمل على توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه، وهذا التوسيع ماشي فقط بالبناء فقط الى اخره، فاحنا كنطالبوا بتوسيع اللي يكون ديال بصح، فيه مؤطرين، فيه ماتيريال اللي غيتعلم فيها الطالب، فيه واحد التاطير بيداغوجي، اهداف بيداغوجيه. فما يمكنش اننا نصيفطوا الطلبه للي سي اش بي، يعني المستشفيات الاقليميه والجهويه غهكاك بدون واحد التاطير، بدون اي اجراءات مصاحبه. اما النقاط الاخرى في المحور في الملف المطلبي ديالنا فهي كامله متعلقه بالجوده ديال التكوين، مطالبنا كامله هي مطالب متعلقه غير بالتكوين ديالنا، ما كاينينش شي مطالب اللي كيخرجوا على هذا النطاق. وكنظن انه خاص يتم العمل على النقاط الاساسيه اولا، عاد يتم التطرق للنقاط اللي كنقولوا بين قوسين انها تناوي في الملف المطلبي ديالنا. فبالنسبه للخرجات الاخيره الرسميه واخرى غير رسميه، فاحنا ما لم ترتقي هذه الخرجات الى متطلعاتنا، والابعد من ذلك كيتم منهج واحد السياسه ديال التضليل وتغليط الراي العام، بحيث انه كيتقال باللي مجموعه من الدول كتقري الطب في 6 سنوات، في حين انه في 6 سنوات كياخذوا الدبلوم ديالهم ولكن ما كيخوش لهم انهم يمارسوا المهنه الطبيه مباشره. وحتى فرضا انه اذا كانت هذه الدول كتمكن من الممارسه ديال مهنه الطب مباشره، فلربما انها قليله، او انه كيتم العمل على اجراءات مصاحبه باش يتم تنزيل بحال هذه القرارات. حنا كنلقاو راسنا امام تنزيل قرار الاخراج ديالو في الجريده الرسميه، عاد غنفكروا كيفاش غنديروا الاجراءات المصاحبه ليه. اليوم حنا في فبراير، مازال الحدود الساعه ما كاين حتى توجه في هذا السياق ديال اننا نخدموا على الحلول بطريقه تشاوريه وتشاركيه، والابعد من ذلك انه سنتين وحنا كنتظروا انهم يجاوبوا معنا على هذه النقاط. واقع الامر اننا الحدود الساعه في هذه السنه، يعني الطلبه اللي كاينين في السنه الخامسه واللي كيقولوا انهم معنيين بهذا القرار غيطلعوا السنه السادسه من هنا لواحد 6 شهور، فكيف يعقل ان 6 شهور غيتبدل ما لم يتغير منذ سنتين؟ فكنظن ان الوضعيه الحاليه كتستلزم المزيد من الجديه، وكتستلزم اننا نسمعوا الطلبه ونجلسوا معاهم ونشوفوا المشاكل على اساس ما يقع في ارض الميدان ماشي في الاوراق، وحنا لسنا بارقام. كتقولوا بان هاد 6 سنوات غير كافيه يعني لتكوين وتاطير يعني الطبيب، لكن ممكن تشرح لنا كيفاش؟ فبالنسبه للسنه السادسه كما قلنا مجموعه من الدول كيديروا التعليم الاساسي ديال الطب لربما في 6 سنوات، وكيزيدوا عليه ما يسمى بالانترنشيب، يعني واحد العام ديال التدريب الاستشفائيه. هذاك العام كيعاون انه الطلبه يستقلوا شنو كان عندهم كمكتسبات، كيعاونهم انهم يكونوا في احتكاك مع المرضى، يعني ديال المستوى الاول، يعني في المستشفيات الجامعيه كنلقاو مجموعه من الحالات اللي معقده، ماشي الحالات اللي كيكونوا في كل نهار، يعني الحالات اليوميه. فهذه التدريب الاستشفائيه اللي كتكون في السنه السابعه واللي كدار في المستشفيات الاقليميه والمستشفيات الجهويه، ف
فهي مجموعه من التدارب اللي كتخلي هذا الاحتكاك. يعني ما يمكنش اننا نجيو هكا من العدم نحيدوا هذاك العام ديال السنه السابعه ونقولوا اننا راه درنا الاصلاح ديال المنظومه ديال التكوين الطبي. فالاصلاح ما كيكونش بهذه الطريقه، الاصلاح خاصو يجي بواحد الطريقه اللي عقلانيه، يكون عنده واحد الرؤيه استراتيجيه وما يدرش بالجدوى زعما الجوده ديال التكوين ديالنا. بالنسبه للاخبار اللي كانت كتروج على شهاده الدكتوراه انها ما غتمنح شهاده الدكتوراه بل سوف تمنح يعني شهاده معادله. كنظن بالنسبه لهذه النقطه المشكل ديالنا ماشي هو الشهاده اللي غناخذوا. في الخرجات الرسميه ديال الوزاره كتقول بانه ستتم المحافظه على القيمه المعنويه والاكاديميه والعلميه للدبلوم، الا انه الحفاظ على هذه القيمه ما كاينش اننا غنقدروا نمارسوا مباشره. المهم ديالنا ماشي هو الدبلوم، حنا ما كنقلبوش على الكراتن باش نعلقوهم، حنا الغيره ديالنا على المواطن المغربي اللي غنقدموا ليه واحد الخدمات. فاذا كنا كنحتجوا اليوم فما كنحتجوش على قبل ما يروجوا له ان الطلبه خايفين انهم ما يقدروش يمشيوا للخارج الى اخره. فبالعكس هاد الظروف اللي كنعيشوا فيها حاليا هي اللي غتدفع الطلبه انهم يمشيوا في الطريق ديال الهجره، وما يمكنش اننا نحبسوا زعما نحدوا من الهجره بهاد القرارات. بالعكس خصنا نسولوا الاسئله الحقيقيه، علاش هاد الاطباء كيمشيو؟ نحاولوا نخدموا على الامور اللي يخليوهم يبقاو في بلادهم. كنظن ان حتى واحد ما غيبغي يتغرف بلادات الناس. نديروا لهم تحفيزات باش يبقاو في المغرب. اول حاجه الظروف اللي كيعيشوا فيهم، الظروف اللي كيخدموا فيهم. فما يمكنش ان طبيب كتحطوا بدون تجهيزات بدون مقومات وتسنى منه انه يدير تطبيب المواطن المغربي. فهاد الوضعيه كتخلي ان الطبيب يحقد على الوضعيه، وبالتالي غيشوف في الهجره كحل انه يستكمل زعما المسار المهني ديالو. فبالنسبه ليا القضيه ديال الهجره ديال الاطباء الا بغينا نحدوا منها ما يمكنش تجي بهاد القرارات. وحتى الا كنا كنهضروا على الازمه ديال الاعداد ديال الاطباء في المغرب، فحتى هاد القرارات ما غتحلهمش مباشره. خصنا نخدموا على الظروف فاش كيعيشها هاد الطبيب، الظروف اللي كيخدم فيها، ونخدموا على التحفيزات واننا نساهموا في الاصلاح، يعني ماشي في الافساد ديال ما هو اصلا غير مصلح. كتوجهوا يعني نداء فكنوجهوا النداء ديالنا للمسؤولين، وخصوصا المسؤولين بالوزارتين الوصيتين، يعني وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، باش انهم يجلسوا معنا على طاوله الحوار، عينا من المجالس السوريه، عينا من الوعود بالاجل. الوعود بالاجل تعطتنا هذه عامين ولم يتم الاحترام ديالها. الطالب اليوم بغى تنزيل على ارض الواقع ديال الاجراءات المصاحبه، بغى مجموعه من الامور اللي غتنهض بالتكوين ديالو وماشي تضر به. فالنداء ديالي لهاد المسؤولين انهم يتعاطوا مع هاد الملف بطريقه جديه اكبر، والطلبه راه عندهم مطالب مشروعه وجد عادله. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.